السعادة والوفاء الذي التزم به من جانب واحد وأخل به من أخل وثق به وطال به من الغدر. كان خلال حياته الحافلة بمحطات البارزة أهلا لكل تقدير واحترام حيثما حل وارتحل، جديرا بذلك حتى بعد وفاته. ونحن نستحضر بالأمس القريب الأعداد الغفيرة التي حضرت الصلاة على جنازته، وكذا العدد الهائل الذي حضر الذكرى الأربعينية لوفاته والكلمات الصادقة التي قيلت خلالها في حقه. إننا نقف اليوم وفي كل يوم نتذكره وقفة إجلال وإكبار، عبور اعتراف بفضائل هذه الشخصية الفذة التي نظرت حياتها من أجل المساهمة في بناء هذا الوطن العزيز، مساهمة بذل وعطاء. وستبقى معالم التنمية بمدينة قلميم وبمختلف جماعات جهة قلميم ودلول في شتى مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية شاهدة على ذلك مهما تعقبت الأزمنة والأشياء. أيها الحضور الكريم، كل باسمه وصفته، تقديرا منا لروابط الأخوة الصادقة والوطيدة التي ربطت الفقيد بعدد كبير من المواطنين ومختلف الفاعلين، فإننا عاقدون العزم على توثيق هذه الأخوة والحفاظ على استمراريتها مع الجميع. فستجدون في عائلة آل بلدقي ذكورا وإناثا خير سلف، خير خلف لخير سلف، نتقاسم معكم الأفراح والأطراح، لأن عمق العلاقة التي ألفت بين فقيدي وأصدقائه ستبقى حاضرة معنا تلازمنا في كل لحظة وحيد. فإننا ماضون على العهد والوفاء الذي رفع الفقيد شعارا واستشهد من أجله. وأغتنم هذه المناسبة لأتقدم بالشكر والتقدير لكل من حضر هذه الذكرى السنوية لوفاة المرحوم الحاج عبد الوهاب بن نفقي، أو تواصل معنا مجددا له الدعاء بالرحمة والمغفرة، سائلين المولى جلت قدرته أن يلهمنا جميعا الصبر والسروان، وأن يتغمد الراحل بوسع رحمته وغفرانه، وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وإنا لله وإنا إليه راجعون. ونرفع أكف الضراعة إلى الباري سبحانه وتعالى أن يطل عمر أمير المؤمنين، وأن يبقي جلالته ذكرا وملاذا للبلاد والعباد، وأن يحفظه بما حفظ به السبع المتان، وأن يتلأه بعين رعايته التي لا تنام هو وسائر أفراد الأسرة الملكية. إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.